السلام عليكم ومبروك عليكم هذا النهار. اليوم غادي نحضر معكم يعني بانيني او لابوكاديوس او الساندويش، يعني محبوب للوليدات الصغار كيحبوه الوليدات والكبار. غادي نبداو على بركة الله ان شاء الله نبداو التحضيرات. عندي هنا اول حاجه انا هو الخبز ديال التورتيلا اولا، المهم انا هذا هو اللي كنستعمل، يعني هذا بالقمح، قمح بوحدو خالص. عندي واحد الحبه ديال المطيشه اللي سلايسيتها بحال هكا، وواحد البصله، حبه ديال البصله اللي قطعتها هكا يعني شرائح طويله. غادي نشحرها بشويه ديال هي الاولى، وعندي هنا شويه ديال السبانخ اللي نقدروا نبدلو، نحيدو السبانخ ونديرو الخس، انا كنفضل السبانخ. وعندي هنا شويه ديال القطع ديال الدجاج اللي شرملتهم قبل، يعني درت فيهم شويه ديال الملح، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الخرقوم بلدي، ودرت فيهم شويه ديال الثومه، واحد المعلقه ديال زيت البلديه، واحد مكته ديال الحامض، واحد العصره ديال الحامض، وحركتهم وخليتهم مرقدين، يعني مصباح وما مرقدين. دابا غادي نبدا اول حاجه في البصله، هي الاولى اللي غنديرها مع الزيت، نديرها تشحر، يعني طيح واحد الطيحه. انا ما كنزلهاش بزاف، يعني ما كنعطيهاش الطياب بزاف، كنبغي نخلي ديك التغزغيزه، كتعجبني ديك التغزغيزه ديالها، يعني كتبقى ديك غزغز. عندي لها واحد رشاشه ديال زيت البلديه ولا الزبده ولا يعني اللي متواجد، واحد شويه ديال الملح باش نعاونوها باش كطيح. صافي هكا، يعني كنخليها بحال هكا كما شتي، يعني ما كنعطيهاش طياب بزاف. غادي نحطها في واحد الطبسيل نخليها على جنب، وفي نفس المقله هاد الدجاج اللي مرطبين، يا اما نطيبو حتى هو في المقيله على هاد الشكل بحال هكا، اولا نديرو في شويه نشويه، يعني هاد الطريقات هادو نستفهم في هادو ديال بانينينيت ونشويه. انا غادي نديرو هكا في المقلة، نقلى شي شوية، ندير واحد خوية ديال الزيت، كما كنعرفو يعني التبردية ديال الضوية كيطير، مكيطلبش بزاف ديال الوقت، كنغطي ليه باش مكيرجعلو داك السهم ديالو مينشفش. يعني ملي كنحبسها فيها هكايا علاين غادي يطيب. كلي واحد المعلقه ديال لاكريم فريت باش كيفتي هذاك البوكاديوس ديالنا، يعني ما كيجيش ناشف. غادي نقطع عليه ونخليه يزيد يشرب هاد غير واحد شي شويه، يعني يشرب هاد لاكريم فريت اللي زدت. من بعد صافي ما كيجي يشرب هذيك الصوص اللي درنا فيه، صافي كنطفي عليه ونخليه. دابا غادي نبدا نمونطي في البوكاديوس ديالي، ماشي يعني كيجي مشرب. ودابا البنات غادي نبداو نمونطيو كيما قلت لكم، يعني في ساندويتش ولا بوكاديوس ولا ما عرفتش كيفاش نسميه. المهم ناخذوا المايونيز او لا يوغورت، او يعني الحاجه اللي كنفضلوها، واحد نهنا خفيفه، هذا غير باش ما كيقصحش لينا، يعني كيبقى يعني الساندويتش ولا البوكاتيوس يعني خفيف. كما قلت لكم انا اليوم مستعمله السبانخ، يعني ودائما كنستعمل السبانخ، كيعجبني بزاف البوكاديوس او لا في هاد الساندويتشات. إذا بغينا نديرو الخس نقدرو نديرو الخس، نديرو واحد الكمية يعني شوية مهمة من
غرام السبانخ، واحد طونجيلات بحال هكا ديال المطيشة، نمشيو عليهم واحد شوية ديال الملح، شي شوية ديال البزار، يعني درشة هادي اختيارية، بغينا نرشو هي هاديك، بغينا نحيدو نحيدو، وغادي ندير البصيلة. وغادي ندير الدجاج ديالي، بغيت ندير نزيد شويه ديال واخا مامي، بغيت نضيف شويه ديال السبانخ من الفوق، نقدر نضيف، بغيت يعني ما نضيفش ما نضيفش، كنسد وفي نفس الوقت يعني كنرجع هذا الحشوه هنا لداخل، كنهز وكنديها البلاصه ديال هذه الماكينه ديال البانيني، يعني اللي كتضغط بها. دابا غنديرو بشكل اخر، يعني بشكل بحال خبيزه ولا هكا، يعني كيجي حتى هو شكلو مزيان. ناخذ ثاني واحد ندهنو ثاني بحال هكا بسميتو بمايونيز، ندير واحد فريشه ديال البوكاديوس ديال ماشي البوكاديوس ديال هذا، ندير واحد الحطه ديال البصله، ندير واحد شويه ديال الدجاج، نعاود ندير واحد طرونشيرات ديال مطيشة، ورش واحد رشة من الفرماج. أنا هنا عندي خليط ديال الفرماج ديال الموزاريلا وديال الشيدار، غنضيف واحد شوية ديال وكناخذ واحد الخبز ثاني، كندهنو ثاني واحد شي شويه ديال المايونيز من الفوق، كنغطي عليه وكنحطو، يعني كنهزو كنحطو في البريسه، ومن بعد يعني كنديرهم في الماكينه ديال هذا وكنشعل عليهم. نهزو بحال هكا نحطو في الماكينة ديال البريسا ونضغطو عليه ونخليوه. هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتش ديالنا ولا البوكاديوس، كيما شفتو يعني رافقتو بشوية ديال الفريت اللي طيبتها في الفران. كنودي لكم في يد الله، وبالنسبة للأخوات اللي باقي ما نضموش لعالم غزلان يضغطو على الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو ويفعلوا الجرس باش إن شاء الله يوصلهم أي جديد ديالي.